أولا يعني أرحب، اسمحوا لي يعني أتقدم إليكم بالترحيب الحار لزيارة المركز الثقافي الصيني. المركز الثقافي الصيني قد يتم إنشائه وشغال منذ 20 سنة. أنا اسمي سامي يونغ، المدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة. 那你为什么选择这样的三名名字呢？ في الحقيقة يعني لكل الطلاب الصينيين الذين يدرسوا اللغة العربية لهم اللقب العربية. في الصين يعني أكثر من 60 جامعات صينية لهم تخصصات اللغة العربية والآداب العربية. نعم، وهذا اسمي سامي، يعني مدرسي المصري كان يسميني بهذا اللقب. نعم. في باكين. نعم.